حياتي. الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات حالياً اللي فيه قضايا ممكن تناقشها وتدخل بتفاصيلها وتستمتع فيها، وأكيد سبق الجميع في الفترة الأخيرة وتفوق عليهم بعد ما استثمر في المدربين أصحاب الفكر الجديد واللاعبين من أحسن طراز، وصار هو فعلياً بلا نقاش حول العالم كله الأكثر شعبية في كل المناطق. بس لما لعب ليستر مع إيفرتون في الأول من مايو من هذا الموسم انتشر خبر، انتشرت إحصائية في كل مكان. أول مرة في تاريخ البريمير ليج من عند توثيق مفهوم الأهداف المتوقعة بيكون عند الطرفين الأهداف المتوقعة أكثر من 3، علما أنه المباراة انتهت 2-2 واللي شافها كان بيعرف ممكن تنتهي 4-4 أو 5-5. ومعنى الأهداف المتوقعة أكثر من 3-3 معناها أنه صار تسديدات كثير في المباراة نحو المرمى من مناطق احتمال تسجيلها عالي. ولو رحنا لكل بريمير ليج للحظة تصوير هذا الفيديو، يعني قبل جولة اليوم، مجموع الأهداف المتوقعة فيه 1.51 هدف في المباراة لكل فريق، في حين الدوري الإسباني أقل منه ب 8% من حيث المعدل للأهداف في مرمى كل فريق 1.38. حتى الألماني أقل من الإنجليزي 1.48، وطبعاً وأكيد الإيطالي كثير بعيد عنهم من هذا المعدل 1.31. ممكن واحد يقول لي لا انتبه، هذه سر روعة البريمير ليج، هذا جماله، هذا روحه، الكرة الهجومية، الكرة نحو المرمى. وهذا كلام صحيح 100%، الجودة الهجومية، اللعب الهجومي في الكرة الإنجليزية هو سر من أسرار متعته. بس احنا بنحكي عن دوري أصغر فريق فيه بصرف أكثر من أهم فرق بدوريات أخرى كبرى، ومع ذلك لما بدك تجيب ألقاب، لما بدك تضل بالدوري فعلا لازم تستثمر بالدفاع مش بس بالهجوم، ولما خصمك يكون هجومه قوي لازم دفاعك يكون قوي. ولو رحنا على سوق الانتقالات في الموسم الأخير لوجدنا أنه أغلى اللاعبين اللي تم شرائهم في إنجلترا مهاجمين ولاعبين وسط مهاجمين، إلا المدافعين اللي دفع فيهم تشيلسي ورفع أسعارهم مثل فوفانا وكوكوريا وغيرهم. وطبعا نعرف أنه كل صفقات تشيلسي تقريبا ما أعطت شيء في هذا الموسم، بس مانشستر يونايتد اي حدا شافه هذا الموسم بيعرف انه لولا صفقة ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو لكانوا الان بدوروا على المركز السادس. صفقة صغيرة مثل اكانجي ما حسينا باهميتها يوم التعاقد اصبحت من اساسيات وصول السيتي لنهائي الابطال واقترابه من حسم الدوري. ولازم اوضح شغلة مهمة، في خط فاصل بين كرة هجومية بحبوها الناس وكرة هجومية مملة. جزء من جمال كرة القدم الأهداف الفرص، هذا لا نقاش فيه، بس مش لأننا منحب نشوف حدا بيشوت أو شبكة بتنهز، منحبهم لأنهم أصلا صعبين. ولو تواصل هالشي في إنجلترا وظل الاستثمار بالكرة الهجومية بس والاستثمار في الدفاع سواء خط دفاع أو لاعبين وسط بطبيعة دفاعية أقل، رح نوصل للحالة اللي بيكون فيها رشة الملح الزيادة شوي على الأكل، شو ما كان طيب بصير اسمه مالح. رح نوصل لحالة تشبه غزارة الانتاج وسوء التوزيع، رح نبلش نشوف مشاكل صارت في الماضي بكثير دوريات، فرق عندها لاعبين سوبر ستارز في خط الوسط والهجوم عم تهبط او بتتهدد بالهبوط. حنشوف كثير فرق انجليزية بتعاني اوروبيا، وللعلم هذا الموسم معظمهم عانوا اوروبيا بسبب مشاكلهم الدفاعية. بلشنا نشوف ملامح المشكلة اللي بتكلم عنها في مسألة عدم التوازن بين الدفاع والهجوم في الدوري الانجليزي، واللي من دونه رح نوصل لمشكلة واضحة، حصير نحس انه فعلا المباراة تقريبا اي حدا بروح على منطقة الجزاء بقدر يوصل. وفعليا انا بلشت احس هذا الشيء في الدوري الانجليزي، بلشت اشعر انه في نوع من السهولة عشان اروح على مرمى الاخر. صح الاهداف حلوة والفرص حلوة والكرة الهجومية حلوة، لكن بتصير احلى واحلى لما تكون على دفاع قوي منظم في جودة عنده افكار. اما الان فاللي بشوفه انه الكرة بتدخل منطقة الجزاء كثير، بتم لعب الكرة في منطقة الجزاء كثير، في اهداف بتيجي لما تتفرج عليها بتقول كيف، وهالشي مش صح، هالشي خطأ. انجلترا لازم بهذا الصيف اشوفها بتتحرك بشكل مختلف نحو المدافعين مش بس المهاجمين ولاعبين الاجنحة الهجوميين زي ما عملوا الصيف الماضي. بنوصل هون لنهاية هذا الفيديو، بس بطالبكم تعلقوا عليه وتحكوا لي رأيكم بكلامي. انا محمد عواد، موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك، والسلام عليكم ورحمة الله.